Ilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله.